بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم إلى عرض السابع الإخباري من تلفزيون السودان، وفي صدره العناوين: البشير وديبي يشددان على أهمية تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين الخرطوم وإنجمينة، رئيس الجمهورية ونظيري تشادي يتفقان على تفعيل اللجان الوزارية المشتركة، رئيس الجمهورية يؤكد اهتمام السودان باستقرار الأوضاع بجنوب السودان. مرحبا بكم وإلى تفاصيل الأخبار. أكد الرئيسان المشير عمر البشير ونظيره التشادي إدريس ديبي عمق العلاقات السودانية التشادية، وشدد على أهمية تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي وتبادل المنافع. وطلب الرئيس التشادي إدريس ديبي خلال مخاطبته اللقاء النوعي للقيادات بالخرطوم بحضور الرئيس الجمهوري المشير عمر البشير بالعمل للسلام وإنهاء الحرب ودعوة الخارجين عن السلام للدخول في العملية السلمية، مشددان على أن المشروعات التنموية لن تقوم ما لم يكن هناك استقرار وأمن بالمنطقة. تمتاز العلاقات السودانية التشادية بأبعاد اجتماعية وأمنية واقتصادية، الأمر الذي جعل القيادة التشادية تسعى لدعم عمليات السلام بالبلاد، خاصة على صعيد ولاية دارفور للتداخل الجغرافي والديمغرافي بين البلدين، سيما وأن هناك العديد من المتشابهات الثقافية والقبلية. والشاهد النشاط التشادي في ملتقى أم جرس الذي يسعى لتوسيع رقعة السلام بولاية دارفور، مما جعل القيادة التشادية تخصص حيزا زمنيا معتبرا ضمن زيارتها للبلاد لتنوير القيادات الدارفورية بأهمية التبشير بالسلام في الأوساط الشعبية. كلموا لإخوانكم المسلحين قاعدين لحد الآن، سواء كان داخل أو خارج البلد، لازم تقوموا بكامل همتكم والضغط. كان مني أركو، كان جبريل، كان عبد الواحد وغيره وغيره وغيره، يخلوا الخراب ويرجوا يجي. لو انتوا دارفورين الموجودين هنا، نساء ورجال الموجودين في السل داخل، بس انتوا بس هنا ابيتوا قلتوا شيء ما اندروا، قبلوا تعالوا يلا بيجوا. ولإيمان القيادة السودانية بأهمية التواصل الرسمي والشعبي بين البلدين، فإن رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير يعطي اهتماما متعاظما لدفع مسيرة التعاون المشترك من خلال الاتفاقيات الأمنية والبروتوكولات الاقتصادية وتعزيز إسهامات القيادة التشادية في ملف سلام دارفور. نحن إن شاء الله وبعونه تعالى وبتعاوننا مع بعض وعملنا الداخلي بشتى مجالاته، نحن عايزين نقول أنه إن شاء الله 2014 هي نهاية المشاكل والأزمة في دارفور، 2014 هي أن تعود دارفور سيرتها الأولى، أرض سلام وتنمية وأرض قرآن، أرض المحمل، أرض اللي بتستقبل كل حجاج غرب أفريقيا وتوفر لهم وتحميهم وتأكلهم وترعاهم. تطوير ودعم العلاقات السودانية التشادية يمثل مفتاحا للاستقرار والسلام على الصعيد الإقليمي، كما أنه يؤطر الاستقرار الدائم بولاية دارفور التي يتداخل سكانها مع دولة تشاد اجتماعيا واقتصادية وثقافية. ياسر المرأة، تلفزيون السودان، الخرطوم. كشف رئيس الجمهورية المشير عمر بشير عن تخصيص مواقع بميناء بور سودان لعبور صادرات تشاد ووارداتها. وقال البشير في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره التشادي إدريس ديبي أنه تم الاتفاق خلال المباحثات على تفعيل اللجان الوزارية، وأضاف أننا اتفقنا مع ديبي على أن يواصل مجهوداته في دعم السلام، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على التعاون في مجال السكك الحديد والاتصالات. اتفاق بتكوين لجان مشتركة، أن الوزراء بكلا الدولتين يشتغلوا مع بعض، يعني وزراء النقل حيرعوا العملية بتاعت ربط البلدين بطرق مسفلتة، بطريق سكة حديد يربط السكة حديد السودان بسكة حديد تشاد، أيضا هيئة الموانئ البحرية
هتخصص ان شاء الله مواقع خاصه ليستخدموها اخواننا الشاديين لاستقبال وارداتهم وتصدير ما يريدوا تصديره عبر ميناء عبر السودان. ايضا اتفقنا انه وزراء الاتصالات في البلدين يعمل على ربط البلدين بخط الياف ضوئيه لتسهيل التواصل بين البلدين. ايضا وزراء الخارجيه اصلا عنده شغل مع بعض وفي تعاون مع بعض، عند التعاون في المجال التعليمي والصحي، فدي كلها لجان ان شاء الله بتواصل مع بعض. ونقول انه نحن حقيقه يعني في كل لقاء سواء في خرطوم او جمينا بتدي دفعه قويه جدا للعلاقات دي في مجالات مختلفه. إلى ذلك قال الرئيس التشادي إدريس ديبي إن استقرار دارفور هو استقرار لتشاد، وأعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في ختام زيارته البلاد، أعلن أن البشير جدد الثقة فيه للعمل لجمع الشمل والإسهام في دعم عملية السلام بولايات دارفور. الأمر استقرار في دارفور يهم تشاد، لأن أمن تشاد هو أمن دارفور السودان، واستقرار دارفور هو أيضا استقرار تشاد. الرئيس عمر حسن البشير جدد الثقة للرئيس إدريس ديبي حتى يقوم أيضا بدوره الفعال كما قام من قبل من أجل جمع شمل أبناء دارفور حتى يتركون العنف وحمل السلاح والأوضاع إلى طاولة المفاوضات والتفاهم. كذلك تعهد الرئيس التشادي إدريس ديبي بمواصلة دوره في دعم خطوات السلام بولاية دارفور وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين. وشدد ديبي لدى لقائه نواب الرئيس كلا على حدة بمقر إقامته بفندق كورنثيا أكد العمل الجاد مع الحكومة السودانية لدعم خطوات السلام، بينما أكد مساعد الرئيس الجمهورية بروفيسور إبراهيم غندور عقب لقائه الرئيس التشادي أن اللقاء تطرق لدعم العلاقات الحزبية بين البلدين. نشاط سياسي وحزبي حظيت به زيارة الرئيس التشادي إدريس ديبي أتينوه للبلاد من خلال سلسلة اللقاءات الرسمية والشعبية التي أجراها، والتي تركزت بصورة أساسية على دعم خطوات السلام وتعزيز الدور الأهلي لدعم السلام، بجانب تفعيل ملتقى أم جرس. كما تعهد الرئيس التشادي خلال لقائه بالنائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق الركن أول بكري حسن صالح بمواصلة دوره في دعم خطوات السلام. من العلاقات الأزلية بين السودان وشاد يعني، ففي هذه المقابلة حقيقة استمعنا للسيد الرئيس عن أوضاع في شاد وشرحنا له كذلك بعض أوضاع عن السودان. وسيد الرئيس ديزيبي يعني بحكم العلاقات وحكم معرفته للسودان وقضايا السودان ابدى استعداد كامل ان شاء الله انه يعين ويدفع بالعمليه السلميه في دارفور ان شاء الله. ولم تقتصر فعاليات زياره الرئيس التشادي على المباحثات الرسميه، وانما تطرقت للعلاقات الحزبيه بين البلدين وكيفيه تفعيلها من خلال المنظومه الحزبيه الافريقيه. ذكرت لفخامة السيد الرئيس ديبي علاقات الحزبين، جبهة الوطنية للإنقاذ في تشاد والحزب المؤتمر الوطني، التعاون الكبير الذي يتم ومزيد من الدعم والتوجيهات من فخامته لتمتين هذه العلاقة والتعاون المشترك، وكذلك توجيهات فخامته لمزيد من التعاون في دعم و تمكين مجلس الأحزاب السياسية الأفريقية الذي نشأ في أبريل الماضي. الحراك السياسي الذي تم خلال زيارة الرئيس التشادي إدريس ديبي انصب بشكل أساسي على تدعيم خطوات السلام بولايات دارفور وتنسيق المواقف بين الدولتين في المحافل الإقليمية والدولية، بجانب التعاون الثنائي بما يعزز الأمن في الإقليم. هذا وغادر الرئيس التشادي إدريس ديبي الخرطوم إلى بلاده عقب زيارته للبلاد والتي امتدت يومين، التقى خلال رئيس الجمهورية المشير عمر البشير وعدد من المسؤولين بالدولة، وقد تناولت الزيارة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. هذا وكان في وداعه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير
وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة. أكد رئيس الجمهورية المشير عمر بشير القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور تعد مؤشرا للاستقرار وبسط الأمن الذي تشهده البلاد حاليا. ودعا لدى مخاطبته حفل تخريج الدارسين في دورة القيادة والأركان المشتركة رقم 40 كل قطاعات الشعب السوداني إلى تعزيز السلام وجعل العام القادم عاما لتحقيق السلام في كل أنحاء البلاد. وحيى رئيس الجمهورية الرعي الأول الذين صنعوا استقلال السودان مجددا التأكيد على أن قضية السلام ستظل الهدف الاستراتيجي للدولة، مشيرا إلى أن الجهود التي ستتواصل إلى تحقيقه رغم ما يواجه البلاد من تحديات. وقال إن الأيادي ممدودة والأبواب مشرعة أمام كل شركاء الوطن لنبذ العنف والاحتراب في كل ساحات القتال. هذه اللحظات التي تمر علينا هي لحظات طيبة تظلل مسيرة قوات المسلحة بالخير وتبشر بالنصر، وهي تحسم بعون الله تعالى حركات التمرد في مسارح العمليات في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، ويفقي استراتيجية سياسية وعسكرية لحسم التمرد هذا العام. مؤشر الذي تقوم عليه القوات المسلحة. وفي السياق ذاته جدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن مسيرة الدولة ماضية إلى غاياتها من أجل السلام وتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في كل ربع البلاد. تحتفل أبوتنا الأبية بالعيد 58 لذكرى استقلالنا المجيد الذي أدعو فيه الجميع للوقوف مع النفس وقفة صدق ونقاء في محراب هذا الوطن القامة، نجتر فيها مآلات الماضي ونتنسم فيها عبير المستقبل، نرسم فيه لوحة زاهية لهذا الوطن المعطاء يتبوغ فيها السارية العالية بين دول العالم. شكلت قضية السلام الركيزة الأساسية لنا، لذلك أصبح حق السلام من أهم بنود العمل الوطني لثورة الإنقاذ الوطني. فخيار السلام هي هو الخيار الاستراتيجي الأول، لذلك كان هدفنا هو تحقيق السلام والتنمية وإعمار ما دمرته الحرب وإعادة الأمن والاستقرار لكل ربع البلاد. إننا نمد أيدينا لكل الأخوة شركاء الوطن في نبذ العنف والعمل معا لإرساء قواعد السلام وإدامة الاستقرار باقتسام المسؤولية والتضامن، لنقبل على الانتخابات وكوننا خال من المنغصات الأمنية والمعيشية. وحول تداعيات الأحداث بدولة جنوب السودان، أكد رئيس الجمهورية أن السودان لن يألو جهدا للقيام بأي دور إيجابي لنبذ العنف والاختلال بين الفرقاء في دولة جنوب السودان حتى ينعم شعب جنوب السودان بالسلام والاستقرار. فيما يجري من أحداث داخل الجنوب، إننا نؤكد أننا جاهزون للدور الإيجابي المتعاون مع محيطنا الأفريقي والدولي لإرساء دعائم السلام داخل دولة الجنوب، حريصون أن تتشابك أيدي إخوتنا في دولة الجنوب وتتحد
وتتراص صفوفهم لبناء دولة الجنوب الآمنة المستقرة المتعاونة والمتعايشة مع جيرانها. إن اتصالاتنا بالقيادة في دولة الجنوب والتواصل معهم مستمر لمصلحة السلام في دولة الجنوب. إن الجنوب الآمن المستقر هو دعم للسلام والأمن في السودان بل لكل الإقليم، وسنظل ندعو بشدة كل الفرقاء لتحكيم العقد ومبدأ الحوار والتواصل ونبذ الفرقة والشتات، وسوف تتواصل جهودنا لتحقيق السلام في دولة الجنوب الجاري العزيز. هذا وكانت كلية القادة والأركان المشتركة قد احتفلت بتخريج دارسي الدور 40 من القيادة والأركان، وذلك بحضور رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وقادة الكلية وممثلين لسلك الدبلوماسي لعدد من البلدان العربية الصديقة والشقيقة لدى السودان. بمشاركة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عمر البشير، احتفلت كلية القيادة والأركان المشتركة بتخريج الدارسين في دورة القيادة والأركان رقم 40 والتي ضمت ضباطا من وحدات القوات المسلحة المختلفة. تميزت بالهمة العالية والسعي الدؤوب، فكانت دورة متعاونة مطيعة كأحسن ما يكون الجند المطيع، ودورة أليفة مألوفة، فكان نخرج الزرع شطئه فأعجب الزراع وأغاظ الكفار، فصدقوا العهد فكان النجاح حليفهم. أكثر من 160 دارسا في الدورة تدفع بهم الكلية بعد أن أمضوا عاما كاملا في التحصيل العلمي في العلوم العسكرية والتدريب على أحدث الوسائل التقنية المعاصرة، فجاء تخريجهم بمنحهم درجة الماجستير في العلوم العسكرية ولقب الركن. نحن اليوم إضافة حقيقية لكنانتكم، سهام صائبة لكم أن ترموا بها في أي اتجاه في كل حدب وصوب. نعاهدكم أن نكون كالغيث أينما وقع نفع. نجدد لكم سيد الرئيس بأننا سنعمل كما تعلمنا وكما نهمنا من وعي كلية القيادة والأركان. ممثل الدارسين من الدول الصديقة والشقيقة أكد أن ما تلقاه الدارسون في دورة القيادة والأركان يشكل قوة دفع لتطور جيوش بلدانهم على النهج العلمي والتقني. نقطف ثمار ما جنينا لنرفد قواتنا المسلحة بما تعلمنا وأنجزنا، لتبقى جيوشنا عصية على كل طامع وسدا منيعا أمام من تسول له نفسه العبث بالأمن والاستقرار الوطني. وتسعى الكلية من خلال دوراتها المختلفة إلى تدريب الضباط لتولي وظائف الركن برئاسة الأركان المشتركة وتوسيع مداركهم في القضايا الوطنية الإقليمية والدولية. محمد الأكرم عبيد، تلفزيون السودان، الخرطوم.